جميل. طب انت شاركت في 6 دورات بارالمبيه، الكلام ده مظبوط؟ ده حقيقي. برضو يعني فكره ان انت بتسافر، ده احنا بنتكلم على من المنوفيه للقاهره، انت حسيت بفرق زمني، ما بالك بقى من عموما من المنوفيه الى اتلانتا الى ريو الى يعني كل الدورات البارالمبيه اللي انت شاركت فيها، الى جانب الانجازات المحترمه اللي انت حققتها، انت شخصيا كانسان ايه اللي استجد عليك من الاحتكاك بثقافات غربيه منافسين من دول العالم كله؟ انا عشان اشوف اول دوره ليا ولا عشان بطل عشان اقعد قدام حضرتك النهارده، انا وانا عندي 10 سنين كان عندي مشكله كبيره جدا. المجتمع اللي انا عايش فيه شايف دلوقتي انسان معاق، انسان غير يعني محتاج طول الوقت مساعده، لا حول ولا قوه، بيحسسك طول الوقت بالعجز، بيحسسك طول الوقت ان انت السبب في اللي انت فيه، لما يصعب عليك ويقول لك يعني عيني وبتاع. ده خلاني من سنة 10 سنين وانا هتجنن، عايز اغير ناس المجتمع دي ليه؟ المتولي مطحنه، انا شايف ان انا مش سبب في اللي انا فيه ده، انت شايفني كده بس انا شايف نفسي مش كده. فقعدت احارب عشان خاطر اوصل لده، اوصل لان انا ابقى بطل. في الاول قعدت لعبت كمال اجسام لحد سن 16 سنه، فكنت عندي فورمه كويسه جدا من فوق وبتاع، فكان بتقابلني جمله الحلو ما يكملش. يعني الناس تشوفك تقول لك اه الحلو ما يكملش، طب انا اعمل ايه عشان خاطر؟ يعني بدل ما الناس تزعل الناس بتحبط وبتيأس. بتحبط. لحد في 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 92 في دوره برشلونه، كان في ابطالنا راجعين عاملين ميداليات في برشلونه. ووقتها كان الاولمبيك ما عملش، البارالمبيك عمل، فطبعا الاعلام اهتم بالبارالمبيك جامد جدا وبتاع، فبدات الناس تتكلم على الابطال البارالمبيك، شوف يا عم معاقين بس شوف عمل ايه، شوف جاب ميداليات، شوف. اكتشفت الناس بتبص دايما للنجاح، بتبص للشخص الناجح، ودي كانت شراره عندي ان انا بدات انتبه ان المجتمعات والناس بتبص ايا كان ثقافتها، لكن النجاح بيفرق معاهم قوي. فقررت ان انا انجح، قررت ابقى شخص ناجح باي شكل. كان في دعم من الاسره؟ ما هو اصل انا سالتك ليه السؤال لحد دلوقتي على فكره انا ما اخدتش اجابتي، يعني انت شرحت لي فكره السفر وغيره ان اثر، ولكن انا لسه ما فهمتش يعني مين في اسرتك كان معاك، مين اللي كان داعم، هل كنت بتدعم نفسك؟ يعني انا لسه ما فهمتش. الاسره عندنا اسره بسيطه جدا، ما تفهمش حاجه عن الرياضه وقتها تمام نهائي، وده في حد ذاته اصلا جميل ان احنا نسمعه ان كده انت خارج من ظروف زي دي وبقيت حاجه يعني تانية خالص. يعني لحد ما انا دخلت المنتخب 96 وعندي 22 سنه، انا بروح العب في اما مركز شباب القريه اما مركز شباب المدينه، هم بالنسبه لهم ده حد شخصي بيروح يقضي وقته مع اصحابه اللي هم ذو الاعاقات اللي زي حالات زي وكده، بيرفع نفسه شويه وبتاع، وهو بيروح يعني يفك على نفسه شويه. الموضوع عندهم ملوش دعوه خالص بالبطوله ولا الانجازات، هم يعني شايفين هو ده، يعني هو ده تفكير. وبعدين شويه بقى 96 ربنا اكرمني وتم اختياري في المنتخب، فبقيت في المنتخب كويس، ولقوني واخد شنطه ورايح اقعد شهر بره البيت وبتاع، وكل شويه نتصل بيهم وطمنهم عليا، بس برضه مش مدركين ايه، يعني مش شايفين حته ان ابننا برضه هيبقى بطل في يوم من الايام، يعني سافرت لسه مش مستوعبين. سافرت وعملت ميداليه، وحتى انا فاكر كويس جدا وانا مسافر اول بطوله ليا، فانا اديت لوالدي، انا عارف ان هو ممكن ما يجيليش المطار، وعارف ان اهلي ممكن ما يجيليش المطار، فعشان اتاكد ان هم يجيبوا المطار قلت له بعد اذنك خد الفلوس دي وكلم عمو فلان اللي عنده عربيه وجو 7 راكب يجي المطار يوم كذا يستنوني عشان خاطر ما ابقاش محسش ان انا لوحدي وبتاع، عشان اتاكد ان هم جايين. اوكي. فلما جم وسالوني يوم كنت راجع من اطلانتا 96، انا فاكر كويس جدا والدي كان واقف بره مبهرج جدا ومش مستوعب اللي بيحصل، الجمهور والناس وابنه طالع من بره متشال على الاعناق وبتاع. بعدها ما فيش اسبوع وكنت بتقرب من رئيس الجمهوريه وقتها من السيد الرئيس محمد حسن مبارك، واخد وسام جمهوريه وقتها. فالموضوع كبير. طبعا. يعني الموضوع يعني حاجه اتخض اكتر يعني. الموضوع كبير جدا يعني، وانا الراجل ده كان بيلعب يعني مش عارفين بيعمل ايه اصلا. فمعلش انا لا بس حلو على فكره يعني شوف الكلام ازاي اللي انت قلته ده دلوقتي، ده احلى حاجه قلتها لغايه من اول ما جيت بجد والله، لان فيها تحدي وفيها قصه نجاح زي ما بتقول سكسس ستوري فعلا. تمام بس